تجدد الاحتجاجات الغاضبة من مختلف المحافظات العراقية، لكن هذه المرة في كربلاء، إذ خرج المئات من الكوادر الإدارية مطالبين بحقوقهم المسلوبة. الكوادر الإدارية في دائرة صحة كربلاء في جميع دوائر الصحة والمحافظات اللي اجتي وشرفتنا اليوم في محافظة كربلاء المطالبة بحقوقها، وهي رفع التسكين الإداري وكذلك خطورة الإداري 30%. نحن لسنا كوادر ساندة، نحن عمود في دائرة الصحة في دوائر الصحة، حالنا حال إخوتنا بالمهن التمريضية والطبية. تم إرسال إشارات إدارية بدايتها وبعدين تبتدي، إذا الكوادر الإدارية من حقها الأساسي إنه يطالب بحقوقها أسوة بباقي المهن الصحة. المحتجون طالبوا الحكومة الحالية بإنصافهم أسوة بالكوادر التمريضية، مهددين بتنظيم اعتصامات مفتوحة في حال عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة. لماذا هذا التهم؟ نطالب عفوك جنابكم ومعاليكم ومرئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية والبرلمان أن ينصفوا الإداريين المظلومين. وتستمر الاحتجاجات المطالبة بالحقوق يوما بعد يوم، وربما تشهد المدن والمحافظات العراقية اعتصامات مفتوحة. اتساع التظاهرات والاحتجاجات المطالبة بالحقوق دون أذان مصغية من قبل المعنيين. من كربلاء وليد الصالحي، التغيير.